نرفع المي كذلك أمين. ونصلي باسم يسوع، أمين. نشكرك يا رب لأجل الماء، يا رب الماء الحي، الماء اللي أنت ترسل الآن يا رب، الماء الخارجة من تحت المذبح، الماء التي تتحرك الآن من قبل ملائكة، الماء اللي وعدت فيه يا رب أنك تسكب ماء على العطشان. وصلي يا رب هذا الماء يكون للبركة، يكون للتقديس. صلي في اسم يسوع، يستخدم اليوم بقوة لأجل حرية أشخاص، لأجل تنظيف داخلي وتطهير داخلي وتطهير خارجي من كل ما رمي علينا، من كل دماء، من كل أسحار، من كل أوجاع داخلية، في اسم وسلطان الرب يسوع. يا رب أنا أقدس هذه الماء باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين 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 آمين. خلونا أيضا نشترك بالمائدة مع بعض، أخذنا فرصة بالصلاة رائعة، وأنا واثق أنه قدمنا خلال هذه الصلاة قلوبنا وأفكارنا للرب. لو في لسه إعاقة عندك، لو لسه شاعر أنه في شيء مانعك أنك تأخذ المائدة، تعليمك، كنيستك بيقول لك أنت خاطي، مش من حقك تأخذ المائدة، افهم أنه المائدة هذه مش لغفران الخطايا، غفران الخطايا يأتي بالإيمان، بالإيمان تغتفر خطاياك، أما المائدة فهي للبركة لحياتك، تأخذ كل القوة الموجودة في جسد يسوع من خلال دمه وجسده يدخل إلى حياتك ويغيرك. فيسوع ما كان مريض، يسوع ما كان عنده إعاقات، يسوع ما كان عنده مشاكل نفسية وعقلية، يسوع ما كان عنده أي شيء، لذلك جسد يسوع لم يكسر أيضا منه عظم. لذلك لما أنت تشترك في المائدة أنت بتعلن أنه كل البنفيتس الموجود في جسد يسوع أنت بتستقبله، جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. لذلك لا تخلي جواتك ضميرك يتحكم فيك، ضميرك يتعامل مع الروح القدس، قل له يا رب لو انت شاعر انك خاطي، لو انت شاعر انك غير مستحق، لو انت شاعر انك ضعيف ومش مش قادر تاخذ المائده لهذه الاسباب، تعال للرب امن بالكلمه واعترف بخطاياك، والرب امين معك انه يغفر خطاياك ويطهرك من كل خطيئه. اما الجسد والخبز، الجسد والنبيذ هو لاستعلان قوه الروح القدس في حياتك. لذلك انا اصلي هذه اللحظه وابارك وأبارك باسم يسوع هذا الجسد، وأعلن جسد يسوع جسد حي، جسد فعال، جسد شغال فينا، وأعلن قوة للحضور الإلهي الآن تنسكب على كل إنسان عم يسمعني وعم بيشارك معي في هذه المائدة، نحن خبزة واحدة. لذلك في اسم يسوع المسيح الناصري هذه الخبزة هي جسد واستعلان لقوة يسوع، نأخذها مع بعض ونشترك فيها مع بعض، ونأخذ هذا الجسد باسم وسلطان الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. أيضا الرب علمنا عن الدم، قال ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، وقال عن هذه الكأس، قال عنها كأس البركة. فأنت بتاخذ كأس البركة، لو في لعنة، لو في قيد، لو في سجن على حياتك، لو في ضغط على حياتك، وأنت بتاخذ دم يسوع اعلن أنه هذه الكأس للبركة، أنا باخذ البركة، أنا بنال البركة، أنا بصبح مبارك الآن، وكل بركة موجودة في دم يسوع أنا بستقبلها من خلال دم يسوع. لو أنت في داخلك اي شيء، شربت سحر، شربت وات ايفر اللي انت اخذته، دم يسوع كفيل انه ينظف داخلك بالكامل الان، وانت بتاخذ خذ بايمان حقيقي واستلم هذه البركه الان باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. امين. هاليلويا. يا رب يسوع نعطيك كل المجد وكل الاكرام وكل القوه والقدره والرفعه، لك حاضر الآن، موجود الآن يا رب، لكما يستعلن اسمك في كل دائرة من دوائر حياتنا في قوة وسلطان اسم الرب يسوع المسيح الناصري. شكرا لكل الصلوات اللي ارتفعت، مش محتاج أكرر الصلوات، صلواتكم كانت حلوة وكافية، وأنا واثق أنه الرب راح يشتغل من خلال هذه الصلوات اللي احنا رفعناها أمام الرب حتى تكون سبب بركة لحياتنا. الآن أنا قلت من البداية أنا بدي إياك تحضر ورقة وقلم حتى تسجل بعض الأشياء اللي راح نشارك فيها مع بعضنا، ولازم أيضا تصلي بصوت مسموع. أنا هحاول أصلي معك أو أساعدك إنك تصلي بطريقة مختلفة. أنتوا شفتوا نماذج من الصلاة اللي صلوها الأخوة من دقائق، في صلوات شكر، في صلوات عبادة، في صلوات مختلفة رفعت من دقائق. اليوم بدك تتعلم صلوات الإعلان، مش بس الإعلانات اللي
اللي هي اعلانات البركه، لكن في صلوات بدك تعلنها، لازم تعلن هذا اليوم وعلى السنه الجديده. هاي الكلمات اللي راح اخليها قدامك، وبعدين راح تبدي تسجل معي بعض الاشياء اللي راح اعلمك كيف تتعامل معها بالسنه الجايه. اول اعلان لازم تحزم امرك فيه وتحكيه بصوت عالي انه الوقت حان للانتصار على الشيطان والانتصار على كل الضعفات اللي انت بتمر فيها، وانه الوقت حان على الانتصار على كل ارواح الظلمة اللي التصقت بحياتك باسم وسلطان الرب يسوع. هعيد هاي الكلمة، اعلان لما تعلن، بس لا تعلن البركة فقط، اعلن انه انا حزمت امري، انا اخذت قراري، وراح اعلن هذا الكلام بصوت مسموع وخلي الدنيا كلها تسمعني، انه الوقت سنة 23 24 هذه نهاية موسم بحياتي، الوقت حان للانتصار للتغلب للعبور من السلطان الظلمة، من الارواح الشريرة اللي بتحاربني، من كل ارواح بتحاربني، من الارواح الملتصقة في طول هاي السنة بحياتي. انا برحل، انا بطلع من داخل هذه الاشياء وبدخل الآن في سنة جديدة، أنا بترحل من سنة لسنة باسم يسوع، وأنا حزمت أمري للانتصار القادم باسم الرب يسوع. السبب بسبب استحقاق الدم، دم يسوع بيعطيني الحق للحياة والحياة الوفرة والحياة الأفضل، ودم يسوع قادر أنه يكسر اللعنة وكل معاناة بحياتي. كل اللي أنت بتسمعه الآن خليك أعلنه بصوت مسموع بدون ما تفتح المايك، فقط أعلنه، ولا تسمح للعدو أن يخليك تعجز أو تنعس أو تنام. لو أنت نايم حاول تصحى، اشرب قهوة، أنا بعرف في وقت صار متأخر بالليل عندك، لكن إعلانك اليوم مهم جدا بالأشياء اللي أنت بتعلنها. أول إعلان هو أعلن انتصارك، أنا منتصر، يسوع غلب فأنا غالب، الوقت انتهى للاستيلاء اللي استولى فيه العدو على حياتي، الوقت انتهى للسلب، الوقت انتهى للسرقة، الوقت انتهى لسلب بيتي، الوقت انتهى لسلب حياتي. أنا اليوم أعلن أنه لا فشل، ما في فشل بيحاربني، أي فشل بيحاربني أنا بعلن النصرة على هذا الفشل بسبب الدم، بسبب استحقاقيات دم يسوع. أنا أمتلك الحق الآن أن أعيش حياة أفضل، حياة أوفر، حياة بدون لعنة، حياة بدون انكسار، حياة بدون معاناة، حياة بدون خوف باسم وسلطان الرب يسوع. انتهى الروح النعاس، انتهى الروح النوم، استيقظ، افتح عينك اليوم، افتح قلبك اليوم، قل له يا رب انا بدي اكون صاحي واصلي الصلوات اللي راح تعمل هذا اليوم باسم يسوع. ولا تسمح لاي شيء يشغلك، هذا الوقت يجيك مسج، يجيك ايميل، وقف، لا تنتبه الى اي شيء اخر، فقط ركز وابتدي صلي بحرارة، وابتدي هدم جميع الأشياء اللي اتعملت ضدك خلال 23 22 20 طفر السنين اللي انت دخلت فيها. ابتدي اعلن هاي السنة هي سنة نصرة، هاي السنة هي سنة قوة، هاي السنة هي سنة امتلاك، هذه السنة هي سنة تعويضات، هذه السنة انا بحمل النهضة الروحية، هذه السنة انا مستخدم اكثر من كل السنين اللي راحت، هاي السنة أنا مش مسيحي معجب بيسوع، هذه السنة أنا تلميذ ليسوع المسيح الناصري، بدي أتعلم، بدي أنقل إعلانات، بدي أوصل كلمة الرب، بدي أشهد عن عمل يسوع في حياتي. الآن الورقة اللي جبتها، أولا كل الأشياء رح تكتب نقطة واحد ورح نقول بعض النقاط، لو أنت شعرت هذه النقطة موجودة عندك بليز خلي كف، فقط لا تفتح كاميرا، فقط خلي كف، ومن خلال هذا الكف ممكن نعرف انه هذه النقطة موجودة عندك. اكتب كل الأمور اللي ماسكة فيك، اكتب كل الأمور اللي ماسكة فيك أو انتقلت إلك من الأسرة، والأشياء اللي أنت كنت شايفها أبواب مفتوحة لدخول أرواح شريرة مثل علاقات مكسورة، خطايا جنسية، خطايا السحر، تواصل مع العرافين أو وقوع تحت تأثيرات مخدرات، شذوذ، اعتداء جسدي تعرضت له، شعرت في تفرقة بعائلتك، شعرت إهمال أسري عليك، شعرت في غيرة ماسكة فيك،
تفضيل لإخوتك عليك، شعرت بالرفض، شعرت بالاضطهاد، شعرت بعدم القبول، كل ما يدمر أسرتك وزواجك، قرارات خاطئة أو فضائح أو سوء معاملة، كل اللي أنا ذكرته. لو أنت عندك من هذه الأشياء الآن، ابدي اكتب بالورقة، هذه الورقة لك، ما حدا راح يطلع عليها، هذه الورقة لك أنت، اكتب أنا عندي هذا الموضوع، أنا بعلن أنه هذا الموضوع عندي، هذا الموضوع موجود بحياتي. النقطة الثانية، كل أمر تشعر أنه لعنة منتقلة لك عبر الأجيال أو خط الدم، لعنة المرض، حالة نفسية، اكتب فقط عن نفسك، لا تكتب عن أسرتك، فقط أنت اكتب عن نفسك أنت، اكتب أنا عندي مشكلة كانت موجودة بأبوي، كانت موجودة بأمي، كانت موجودة بأجدادي، هذه موجودة عندي، أنا شايفها بحياتي. وبعد ما تكتب عن نفسك، اكتب مقابلها هذا الموضوع عائلي أيضا، هذا الموضوع أسري، هذا الموضوع منتقل من العائلة أو منتقل من الزوج أو منتقل بسبب علاقة اللي أنت أخذته، مش أنت اللي عملته، اللي أنت استقبلته عن طريق خط الدم، عن طريق الزواج، عن طريق العمل، شو اللي أنت أخذته، شو اللي استقبلته، ابدي اكتبه كنقطة رقم 2 أمامك الآن في هذه الورقة اللي في إيدك. اكتب عن أي دمار حصل أو ظلم أو معاناة، حتى معاناتك الجسدية، حتى لو أنت بتعاني من مشاكل جسدية أو سمنة مفرطة، عندك ضغط مش قادر ينضبط، عندك سكر مش قادر ينضبط، عندك آلام بالعظام، عندك عدم القدرة على الحركة، قلق، رعاش، أحلام مزعجة، كل هذا اللي أنت سمعته مني اكتبه بورقة، خليه على صفحة، واكتب انه هذه معاناتي مع الامراض، حتى الامراض العقليه، لو عندك امراض عقليه اكتب الاشي اللي انت بتعاني من عنده صار لك سنين، او ظهر عندك بسنه ال 2023 اكتبه، واكتب ممكن يكون عندك امراض عظام فقط، او سكر، او ضغط، مش عارف شو عندك، اكتب بس اللي انت عندك وخليه على جنب، لانه راح نتعامل معه الان باسم يسوع. الناس اللي بتعاني من تشعر انه في حروق، كانه حروق بالعظام خصوصا بالظهر، يقول لك انا شعر في حروق بجسمي، حروق بظهري، حروق بعظامي، الناس اللي بتتكرر عليها الحوادث، كل ما يطلع يحصل عنده حادث، حادث بالسيارة، حادث بالبيت، حادث بالطعام، حادث باي شيء، اي امر، اي امر تشعر انه حادث، كانه حادث مفتعل من العدو لك. أي شخص، أنا فاتح الدخول، فأي شخص بده يدخل يقدر يدخل، ما في مشكلة. كذلك لو أنت بتشعر إنه في اغتصاب أو حركات بالجسد، وأنت بتسمعني الآن، لو شعرت أو أنت نايم أو أنت صاحي شعرت في حركة في جسدك، وكأنه إيد عم تمسك فيك، أو شعرت في اغتصاب، أو شعرت تحرش جنسي أثناء النوم، أو نغز كأنه في واحد ماسك أبرة وعم ينغز في جسدك، أو تنمل بالأطراف، أو تنمل بالأطراف، اكتب اللي أنت بيحصل معك. الخدام، الناس اللي بتخدم، اكتب شو أسباب تمنعك من خدمة الرب، والروح اللي يمنعك من تتميم دعوتك، خوف، غضب، سخط، نجاسة، فقر، زوج روحي، زوجة، شو اللي بيمنعك انك انت تخدم الرب، اكتب اللي انت بيمنعك من الخدمة. اكتب عن الاشخاص اللي عندهم كآبة، الاكتئاب، الخوف، والعجز، والصرع، لو انت عندك واحد من الأربعة اكتب انه انا عندي واحد من هاي الاشياء الاربعه عم بعاني من عنده، ومش قادر اشوف هذا الموضوع واضح بحياتي. لو انت دخلت في اي نوع من او عائلتك دخلوا في اي علاقات، او انت جيت من ديانات اخرى وما زلت عندك معاناه بسبب الديانات اللي انت جيت من عندها،
أي ديانات، أو دخلت بالماسونية، أو تعرف حدا من عائلتك بالماسونية، أو دخلت في ديانات تشجع على الموت والقتل والإجهاض، كل هذه لو أنت عندك موت، أنت حصل عندك إجهاض أو موت للجنين، أو أنت عملت أو عدم زواج أو التوحد أو انفصام الشخصية، اكتب هذه الأشياء اللي أنت شاعر أنه هي موجودة الآن في حياتك، اكتبها بورقة وخليها على جنب حتى تفهم كيف نتعامل معها. حتى الآن أنا بمليك شو تكتب، فأي واحدة من هذه الأشياء اللي أنت بتسمعها الآن اكتبها على صفحة وخليها، ممكن تكون عندك واحدة أو اثنين، اكتب الواحد أو اثنين اللي عندك. اكتب عن الأرواح اللي تهاجمك بالليل، أرواح اللي تهاجمك بالليل، كوابيس، الأحلام النجسة، ذكريات حصل فيها إساءات بالمعاملة إلك في مرحلة الطفولة أو ما بعد الطفولة، الأرواح اللي تعذبك، تغتصبك وتخيفك. لو أنت بتخاف بالليل من الظلمة، اكتب أنا بخاف أني أنام لوحدي، أنا بخاف من الظلمة، أنا كل ما أنام أشعر في كابوس بيجيني. شو اللي أنت بتشعر فيه اكتبه. إذا كنت تخاف من الحيوانات نتيجة تعرضك لعضة من الحيوانات، كلب عضك أو عض واحد قدامك، أو شفت ناس بتذبح خروف أو بقرة أو أي شيء آخر سبب جواتك رد فعل مش قادر تتعامل مع الحيوانات، أو خايف من الحيوانات، أو بتشعر أنه الحيوانات قدامك بتتحول أشكالها إلى أشكال مخيفة، أيضا سجل هذا الموضوع. لو عندك خوف من السفر وقيادة السيارة وتتوقع أنك راح تموت في أي لحظة وتترك أسرتك، أو شخص يكون بيقود سيارة يرحل ومش راح تشوفه مرة ثانية وتعاني من هذا الموضوع، تتوقع أنه راح يموت وفي خوف من هذا الموضوع، اكتب عن هذا الخوف أيضا. اكتب عن الأمراض مثل السرطان، الأمراض المزمنة اللي ترجع باستمرار إليك. اكتب عن الأشياء اللي تحزنك، شو الأمر اللي أنت بتخليك حزين وتبكي بدون سبب ونفسك يتقطع وشعر نفسك تايه. اكتب عن كل شيء تشعره، حتى لو أنا ما ذكرته اكتب عنه. لو أنت شاعر في إشي أنا ما ذكرته، شاعر نفسك في إشي مخليك تايه، ما عندك استقرار، مش قادر تتزوج، مش قادر يكون لك أسرة، شعر نفسك دائما في فقر، شعر نفسك دائما متعب، شعر نفسك إنه بتعاني من شذوذ جنسي، والناس حولك بتحاول تساعدك لكنه مش قادرين يساعدوك وانت مش عارف تساعد نفسك. اكتب أنا مش عارف أساعد نفسي. اكتب عن الشهوات، لو انت واقع تحت تأثير شهوات اكتب عن محبة المال. لو أنت شاعر نفسك فقير وفي مال ممسوك عليك أو في ميراث ممسوك على حياتك، اكتب عن أسرتك. لو أنت شاعرة أنك راح تنفصلي أو انفصلتي ومش عارفة شو السبب وشو العدو عمله حتى يخرب لك بيتك، اكتبي الأشياء اللي ممكن نكون إحنا ما نعرفها. اكتب عن كل القيود اللي بحياتك، زي قيود التدخين، الأرجيلة، المخدرات، الأشياء، الشم، البايب، السيجارة الإلكترونية، كل إشي أنت شاعر نفسك موجود وأنت مش قادر تتخلص منه. كمان اكتب لو في وشم على جسمك، وشم حتى لو كان صليب، لو في وشم على جسدك، الوشم أنا بتكلم عن الوشم اللي فيه دم، الوشم اللي فيه دم، أو كتابات أو أسماء لأموات أو صور. اكتب عن كل شيء انت شاعر انه موجود بحياتك وانت مش عارف كيف تتحرر من هذا الموضوع وشاعر انه ماسك فيك. شو الاكثر شيء انت شاعره في حياتك؟ اكتب عنه. لا تروح، يعني لا تطلع بعيد وتقول انا رحت لمكان ثاني. لا تطلع برا، لا تخترع أشياء هي مش موجودة عندك، لا تخترع أشياء هي مش موجودة عندك، ركز على اللي عندك، ركز على الأشياء اللي أنت شاعرها موجودة بحياتك وشغالة عليك
ركز على هذه الأشياء وابتدي اتحرك على هذه الأشياء. لا تقول لي ابن عمي وابن خالي وأختي وأبوي، لا، اليوم إلك أنت. حتى تنتقل سنة جديدة تحتاج تكتب كل الأشياء اللي أنت شاعر إنه هذه الأشياء موجودة فعليا في حياتك بدون ما أنت تزيد أو تعيد أو تضيف عليها ولا شيء. أي مرض ما أعلناه، أنت تعرف أنه مرض موجود أو مرض وراثي. أي شيء صار قطع بجسمك، صار مشكلة بالعظام، صار مشكلة بالعضلات، صار مشكلة بالقولون، بالكبد، شلتي الرحم بسبب أمراض، مشكلة بالكلاوي، أي شيء أنت شاعر فيه موجود دونه، اكتبه، هعلمك كيف تتحرر منه الآن. لو خلصت كتابة it's okay، يعني رح نبتدي الآن الخطوة الثانية المهمة. لو أنت افتكرت، لو أنت عندك حجابات أيضا بالبيت، من فضلك جيب هالحجابات، لا تخليها موجودة. أي نوع حجابات، حتى لو كانت حجابات من قسيس أو من شماس، احضرها، أو من العائلة خليها. وزي ما حكيت، الناس اللي أتوا من خلفية غير مسيحية أيضا مهم جدا أنك أنت لو تشعر أو شاعر أنه في هجوم عليك من الخلفية اللي أنت جيت من عندها، اكتب أنا بشعر في هجوم عائلي من الأقارب، من فلان من فلان. لو أنت دخلت في مجالات سحر أو عندك حدا دخل في مجالات سحر، سجل. لو أنت بتعانين من أي مشاكل نفسية بسبب الرفض من العائلة أو بسبب تفضيل أشخاص عليك بسبب أمور حاصلة معك، اكتبي. لو أنت شاعر أنه في أرواح بتتحرك على جسمك وبتضربك أو بتأذيك أو بتغتصبك، اكتب اللي أنت شاعر فيه أو اللي أنت شايفه، وبالتسلسل من واحد لاثنين لثلاثة لأربعة، من الأقوى إلى الأضعف، من الأقوى إلى الأضعف. الآن بعد ما كتبت كل هذه الأشياء، رح نبتدي مرحلة جديدة. بدي إياك تقول بصوت عالي، بصوت عالي الكلمات اللي أنا رح أقولها قدامك الآن، ردتها وراح احكيها على مهلي، بس بدي اياك تحكيها بصوت عالي وبقوه. لو انت شعرت في اي علامات جسديه بعد ما نخلص هذه الصلاه، ممكن تكتب تقول انا عندي علامات جسديه مش طبيعيه عم تظهر في هاي اللحظه. هعلمك اليوم كيف تتحرر، حرر نفسك وتحرر بيتك وتطلع على سنه جديده انت فريش، ما عندك ولا شيء ماسك فيك الآن. يلا استعدوا معي. أول كلمة لازم تقولها بصوت عالي، أنا أعلن أن الرب يسوع لم يسمح أو يعطي الحق للشياطين أن تكون في داخلي أو تهاجمني بالأحلام، وأنا أرفض وأنبذ عملها، ولا أريد أن يحدث هذا معي بعد الآن في اسم وسلطان يسوع. ردد هذه الكلمات بقوة، راعيدة. أنا أعلن، ارفع إيدك وابتدي أعلن، أنا أعلن أن الرب يسوع لم يسمح أو يعطي الحق للشياطين أن تكون في داخلي أو تهاجمني بالأحلام، وأنا أرفض وأنبذ عملها، ولا أريد أن يحدث هذا الموضوع معي أبدا في اسم وسلطان الرب يسوع. أنا أعلن بقوة إني أنفصل عن كل ما تم تدوينه بالورقة اللي أمامي. خلي إيدك على الورقة الآن وأعلن بإيمان، أنا أعلن إني منفصل بقوة اسم الرب يسوع عن كل ما كتبته في هذه الورقة، مش رح يأتي معي للسنة القادمة. الآن تم كسره إلى الأبد، كل ما كتبته وكل ما نطقت فيه أنا ألغيه الآن، أنا أنفصل عنه الآن، أنا بتوب عنه الآن، وأنا بغلق هذا الباب الآن بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. خلي شوية زيت بإيدك، خلي شوية حب الزيت بإيدك، خلي إيدك على الورقة الآن، قل أنا بعلن بقوة وسلطان اسم الرب يسوع، أنا أنفصل. قول هيك بسلطة، بقوة، بإعلان داخلي، أنا أنفصل بالكامل عن كل ما تم تدوينه وكتابته بهذه الورقة اللي أنا كتبتها الآن، وكل ما تم أو نطقته من كلمات الآن، أنا بنفصل عنه في هذه الورقة
من كل إساءة حصلت معي باسم وسلطان الرب يسوع. لو شعر نفسك في إشي بدأ يتحرك جواتك، كمل معي، سيب نفسك المي اللي صلينا عليه من دقائق، خذ شوية اشرب من عنده وكمل. نقطة ثلاثة، أنا أعلن أنه أي تكريس فعله الساحر أو أجدادي أعطوني للأرواح الشريرة، أعطوني للشياطين، كرسوني أنا وبيتي وعائلتي، كرسوني ومن أنا طفل، كرسوني ومن أنا رحم من رحم، وعملوا ذبائح دموية وعملوا سحر لأجلي، وكل ما أعلن على حياتي من أهلي من عائلتي من تكريس، أنا أعلن أنه هذا التكريس اللي عمل واللي دخل عبر خط الدم إلى حياتي وسبب لي لعنة، أنا أنفصل عن هذا التكريس الآن باسم وسلطان الرب يسوع، وألغي هذا التكريس بالكامل بقوة دم يسوع، وأعلن حريتي من هذا التكريس، وأنا غير مسؤول ولن أجني ثمار أخطاء أجدادي، واللعنة ترحل الآن وتنكسر وتلغى بقوة دم الرب يسوع. للي ما لحق، أنا أعلن أنه أي تكريس من الطفولة وأنا بالرحم، أي كلمات حكوها أسرتي، أي رفض عائلي أعطى للشياطين الحق فيا، الآن باسم يسوع كل ما فعله أجدادي من اتفاق مع الأرواح الشريرة والشياطين ودخل عبر خط الدم إلى حياتي وسبب لي لعنة، يلا معي، أنا أنفصل عنه الآن باسم يسوع وألغي هذا التكريس بدم يسوع، وأعلن حريتي من التكريس، وأنا غير مسؤول ولن أجني ثمار أخطاء أجدادي، واللعنات ترحل الآن وتنكسر وتلغي من حياتي ومستقبلي بقوة وسلطان دم الرب يسوع. كل أرواح السحر، أنا أعلن انفصالي عن كل أرواح السحر. كل سحر اتعمل، سحر أسود، سحر حجابات، سحر دم، سحر مقابر، أنا أعلن انفصالي عن هذه الأسحار، وكل أرواح السحر الآن تنتهي من حياتي، وأمرها أن ترحل عني الآن باسم يسوع. أنا أتخلى عن هاي الأعمال اللي عملت على حياتي أو أنا عملتها أو عملوها الأسرة لأجل زواجي، لأجل البركة، لأجل الخوف، لأجل المستقبل، أنا أعلن انفصالي عنها بالكامل بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. أنا أأمر أرواح السحر الآن أن ترحل بالكامل. كل أرواح الغضب، أنا أعلن أنه كل أرواح الغضب والسخط والتذمر والانتقام والكراهية والانتحار والأرق وعدم القدرة على النوم تنفصل عني الآن باسم وسلطان الرب يسوع وترحل ولا تعود. أعيد، كل أرواح الغضب، أنا أعلن كل أرواح الغضب وكل أرواح السخط وكل أرواح التذمر وكل أرواح الانتقام والكراهية، كل أرواح الانتحار، كل أرواح الأرق، كل أرواح عدم القدرة على النوم، كل الأرواح اللي بتهاجمني بالأفكار تنفصل عني الآن، أنا بنفصل عنها الآن، بأمرها ترحل إلى الهاوية باسم الرب يسوع. الآن الناس اللي بتحلم بالاغتصاب، بديك تاخد حبة زيت وتخلي على إيدك بهاي الطريقة وكأنك عم تخلع خاتم زواج بهاي الطريقة، خلي على إيدك، خلي زيت على إيدك على أصابع إيدك العشرة باسم يسوع. اعلن الآن، قول أنا بعلن كل ارتباط مع الزوج الروحي أو ارتباط مع الزوجة الروحية
ناتج عن سحر أو علاقة غير شرعية أو خيانة زوجية أو اعتداء في مرحلة الطفولة. أنا أعلن أني أنفصل عن هذا الارتباط وأكسر هذا الارتباط وأحرق كل الحجابات والعقود وأخلع الخواتم التي وضعت بيدي من الزوج الروحي، ولم أعد تحت أي نير مع الزوج الروحي الآن في اسم وسلطان الرب يسوع. ركز على هذه الصلاة. أنا أعلن كل ارتباط، كل خاتم وضع بيدي باسم يسوع مانع زواجي، مانع البركة في الزواج، بيحاربني بأرواح نجاسة، بيغتصبني بالليل. أنا أعلن كل ارتباط مع الزوج الروحي أو الزوجة الروحية ناتج عن سحر، علاقة، وراثة، أمور غير شرعية، خيانة زوجية، أنا بعلن انفصالي، أنا بعلن حرق لكل حجابات تربطني، أنا بعلن خلع للخاتم الآن من يدي. أي خاتم روحي وضع بيدي من الزوج الروحي لم يعد له تأثير، لأن هذا النير انكسر من على حياتي بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. أنا بكسر وبلغي هذا الارتباط الآن، وبأمر الأرواح اللي دخلت نتيجة هذا الارتباط أن تغادر الآن باسم الرب يسوع. كل أرواح دخلت بسبب هذا الارتباط الآن تغادر، كل أرواح دخلت بسبب الغضب تغادر، التذمر، الانتحار، الموت، كله يغادر الآن باسم وسلطان الرب يسوع. بدي اياك الآن أقوى، وصلنا للمرحلة الأخطر. أنا أعلن أن روح إيزابل لم يعد له الحق بالبقاء في جسدي. يجب أن ترحل الآن وتترك زواجي وبيتي وأسرتي وأولادي وبناتي. أنا أعلن إلغاء كامل للعنة إيزابل وكل الأرواح التي تتبعها وتحاول ربطي بالشياطين. أنا أعلن لعنة إيزابل تم إلغاءها بالكامل. لعنة الانفصال، لعنة الطلاق، لعنة الهجران، لعنة الخيانة الزوجية، لعنة الشهوة، أنا بلغيها الآن باسم وسلطان الرب يسوع. كل أرواح دخلت مع إيزابل، كل أرواح تتبعها وتحاول ربطي بهي الأرواح الآن، أنا بلغيها بالكامل بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. أنا أنفصل عن روح إيزابل وأمرها الآن بالمغادرة، وما عندها أي حق بالبقاء، ويسوع لم يسمح لها بالبقاء، الآن تغادر بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. أنا أعلن إلغاء للعنة السحر تحت قيادة لوسيفر، وتوقف هذه اللعنة الآن وإلى الأبد، وأأمر لوسيفر وكل مملكته وكل السلالة اللي تحت سلطانه، إن كان ملك أو كان جندي، الآن أنا بأمرك تغادر من حياتي وتتركني، أنا بنفصل عنك وبلغي لعنة السحر إلى الأبد باسم وسلطان الرب يسوع. أنا أعلن إلغاء لروح الكراهية، كراهية الرجال. أنا أعلن إلغاء لروح للاف، روح الكراهية، وإنهاء مهمتها وكسر لعنتها بسبب الإساءة من الآباء أو الاضطهاد من الزوج أو الاغتصاب أو التحرش من الرجال، وأمرها بالرحيل عني الآن بالكامل وكل الأرواح التي تتبعها وكل مملكتها وكل أرواح الشذوذ الجنسي والعادة السرية، تتركني الآن باسم وسلطان الرب يسوع. عارف انه هذا الروح موجود، فيا ريتك تركز عليه شوي. أعيد، أنا أعلن إلغاء لروح الكراهية، كراهية الرجال، إن كان زوج، أب، أخ، صديق، مين ما كان الرجل اللي اعتدى عليك أو اغتصبك أو عاملك بطريقة غير حلوة.
أعلني، أنا أعلن إلغاء مهمة هذا الروح بحياتي. لو تعرضت للخيانة الزوجية، سرقة، اغتصاب، أنا أعلن إلغاء لهذا الروح، روح الكراهية للرجال. أنا أعلن لعنة للف تم إلغاها الآن باسم الرب يسوع. أنا أنهي مهمتها الآن وأكسر لعنتها باسم يسوع، وأطلق غفران لكل إنسان أسائل. لو أنت مسائلك من أبوك، قولي الآن باسم يسوع: أنا أغفر، أنا أسامح أبي أو زوجي أو أمي أو شخص اضطهدني. مين اللي اضطهدك، رجل أو امرأة، مين ما كان؟ الآن أعلني غفران للشخص اللي يضطهدك، للشخص اللي اغتصبك، للشخص اللي تحرش فيك، للشخص اللي عاملك معاملة غير جيدة. أعلن الآن أنا بكسر هذا الروح من حياتي بالكامل، اللي خلاني في دائرة من الكراهية، وخلاني دائما في علاقات مقطوعة بسبب هذا الموضوع. أعلني كسر لهذا الروح، كسر لهذه اللعنة. ولو أنت عندك شذوذ جنسي ومعارفة تخلصي من عنده، أعرفي أنه روح للث هو اللي ماسك فيكي. أعلن الآن باسم يسوع، أنا بلغي كل شذوذ قادم من للث، كل تأثيرات للعادة السرية من للث ومن إيزابل، أنا بلغيهم الآن باسم الرب يسوع. أنا بلغي هذه اللعنة وبنفصل عنها بالكامل بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. الناس اللي تعاني من الفقر، الفقر المادي، قل باسم يسوع الناصري: أنا ألغي لعنة الفقر المادي، أنا ألغي لعنة الفقر المادي، أنا ألغي لعنة مامن، اسم الروح المسؤول مامن، وأعلن إيماني بالازدهار المادي، وكل أرواح الفقر والديون والتسول والاحتياج والديون اللي المستحقة عليك والسرقة وكل ما يخص أموري المادية، الآن أنا بعلن انفصال عنها بالكامل، انفصال عن هذه اللعنة، وبكسرها باسم وسلطان الرب يسوع بالكامل. لو أنت بتعاني من فقر، لو أنت بتعاني أو عندك تعليم لازم تعيش فقير، اكسر هذه اللعنة. الرب يؤمرك أنك تكون بالازدهار مش بالفقر. ألغي لعنة مامن، قول: أنا بلغي لعنة الفقر المادي، مش راح أكمل وأنا محتاج ومديون وبطلب من الناس حتى تعطيني، وكل ما أشتغل شغلة تتوقف وتنضرب وبيتي مديون وحياتي مديونة. ألغي هذه اللعنة الآن اللي أنت شاعر فيها موجودة على حياتك. أنا أعلن ولد جورج، يا ريت نطفي الأصوات، مش عارف مين عم بيطلع صوت. في أخ من الأخوة مش طافي المايك، معلش ثواني. الآن أنا ألغي لعنة موت الأطفال في الرحم، تشوه الأطفال، الأطفال المعاقين، الإجهاض، وكل أنواع سقوط الأطفال وضرر الأطفال جوات الرحم. أنا ألغي لعنة مولوك، اسم الروح المسؤول مولوك. اعلن معي الآن وارفع ايدك وتكلم بسلطان وخلي هذا اصبعك يبان باسم يسوع: انا الغي لعنة الاجهاض وموت الاطفال وتشوه الاطفال بالجنين، انا بلغي روح الرفض على الاطفال في الجنين، انا بلغي كل امور تحركت على اولادي بلعنات عن طريق خط الدم، انا بلغيها الان، انا بنفصل عنها الان، انا بطرد روح مولوك، انا بامر روح مولوك ان يغادر، وكل مملكه مولوك من ارواح الموت والقتل تغادر الان بقوه سلطان اسم الرب يسوع. مولوك اخرج من حياتي، وروح الموت اخرج، روح القتل، روح الاجهاض، روح موت الاطفال، روح تشوه الاطفال، أي شيء يمسك أطفالي بالرحم أنا بلغيه الآن، وبحرر أطفالي وبحرر رحمي من تسلطات أرواح مولوك بالكامل باسم وسلطان الرب يسوع. أنا بلغيها بالكامل. مولوك
اخرج من حياتي، مضى لك مكان. قل له هيك، كلم مولاك، قل له انا بأمرك الان تخرج من حياتي، مضى لك مكان. الناس اللي تشوف احلام بالافاعي اعلن معي، انا الغي روح لوفايثان، انا بلغي الاوجاع الظهري بسبب الحيه الكوبرا، انا بلغي الارواح اللي في المعده والقولون بسبب الكوبرا وبسبب الحيه الملفوفه والسوداء، وبلغي كل ارواح التنين وكل المملكه البحريه وما يتبعها من حوريه البحار، انا بلغيها الان. انا بعلن انه يجب ان تغادر الان من حياتي بقوه سلطان اسم الرب يسوع. لو انت الان بدات تشعر انه في حركه بجسمك، ايديك بدات تتحرك بطريقه غريبه او رجفان، اعرف انه لو لوفايثان بدا يستيقظ، هذا روح ينام ويستيقظ. اعلن معي بقوه، انا الغي روح لوفايثان، روح لوفايثان باسم يسوع، روح الحيه كوبرا الملفوفه السوداء تنين جيفار، كل أنواع الأفاعي بكل أشكالها وألوانها، أنا بلغي قوة هذه الأفاعي الآن، وبلغي السحر اللي دخل اللي خلاها تدخل جواتي، وكل المملكة البحرية وما يتبعها من حورية البحار وما يتبع هذه المملكة أنا بنفصل عنها، يجب أن تغادر الآن من حياتي باسم وسلطان الرب يسوع. خلي إصبعك في عين هذه الأرواح وقول له غادر الآن، ما ضل لك مكان، أنا برفضك، ما عندك سلطان، ما عندك قوة، أخرج من حياتي الآن، اتركني الآن، أنا برفض وجودك، غادر الآن، أخرج الآن باسم الرب يسوع. أعلن سلطانك الآن، أنا ألغي لعنة التدمير. لو أنت شاعر بيتك مدمر، شاعر حياتك مدمرة، شاعر بقالك سنين بتكافح وفي تدمير مستمر على حياتك، وكل شوية العدو بيدمر حياتك، وشاعر أنه في ضيق بنفسك، شاعر في خيالات بالبيت، شاعر في أصوات بالبيت، الآن أعلن معي وحرر بيتك، أنا ألغي لعنة أرواح التدمير، أنا ألغي أرواح الظلمة، أنا ألغي أرواح الجحيم، أنا ألغي أرواح الأماكن اللي أنا ساكن فيها، أرواح الإقليمية، أنا ألغي أرواح الألم والمرض والضعف وعبادة الأوثان بحياتي، أنا ألغي كل اضطرابات عقلية، أنا ألغي روح السرطان، أنا ألغي أرواح الشك، أنا ألغي أرواح الظلمة، أنا ألغيها، أنا أأمر باسم يسوع الآن تتركني وترحل باسم الرب يسوع، يلا أقوى، باسم يسوع أنا ألغي كل أرواح تدمير. شو دمر العدو؟ دمر بيتك، كنيستك، علاقاتك، دمر زوجك، دمر زواجك، دمر أمورك المادية، الآن خلي إيدك في عين العدو، قل له باسم يسوع اسمع، أنا ألغي لعنة أرواح التدمير، أنا ألغي أرواح الظلمة القادمة من الجحيم، أنا ألغي أرواح اللي أتت من أعماق الهاوية، أنا ألغي أرواح القبور، أنا ألغي كل أرواح المرض، أنا ألغي كل أرواح الضعف، أنا ألغي كل أرواح العجز، أنا ألغي كل عبادة للأوثان في بيتي وكل عبادة للأوثان في أقاربي، أنا ألغيها الآن، أنا ألغي كل اضطرابات عقلية، كل اضطرابات عقلية، كل شيء بعقلي ما بيخليني انام، اللي كله عقلي يتحرك، انا بلغي هاي الاضطرابات العقليه، انا بلغي كل امراض السرطان وكل الامراض المزمنه من حياتي الان، انا بلغي ارواح الشك بالرب وارواح اللي تخليني بعيده عن الرب وتخلي اولادي يطلعوا من عباده الرب ويلحدوا، انا بلغي ارواح الالحاد. يجب اسمح لك شوف، خلي عينك بعينه، قل له يجب أن ترحل الآن باسم الرب يسوع. يلا معي مرة ثانية، لازم ترحل، يجب أن ترحل، ما ظل إلك سلطان ولا إلك مكانة عندي، ارحل الآن، ارحل الآن، روح التدمير ارحل الآن، الروح اللي أتت من الجحيم ارحل الآن، أنا لغيت اللعنة، أنا لغيت المرض، أنا لغيت الألم، أنا لغيت الضعف، ارحل الآن باسم يسوع. يلا معي،
أنا أعلن الغاء لكل أرواح الفشل وخيبة الأمل والسقطات المتكررة بالمشاكل، وكل الأرواح التي تتبعني من خط الدم، وكل مكان أكون فيه تتبعني أرواح فشل، خيبة أمل، سرقة للأمور المادية، توهان، كل الأرواح اللي تيجي عن طريق أرواح الفشل وخيبة الأمل، إن كانت متوارثة أو كانت بسبب أفعالي، أنا ألغيها الآن، أنا ألغي هذه اللعنة بالكامل، وعليها، يلا ارفع إيدك، أن تغادر الآن من حياتي باسم وسلطان الرب يسوع. الأرواح اللي بتجيب لي الفشل تغادر، الأرواح اللي بتجيب لي خيبة الأمل بالناس وبالمستقبل تغادر، الأرواح اللي تجيب لي السقوطات المتكررة والحوادث المتكررة ترحل الآن في اسم وسلطان الرب يسوع. باسم يسوع، يلا معي، أنا ألغي أي انتقال لذاكرة قديمة شريرة من أجدادي، أنا ألغي أي ذاكرة للأموات، أنا ألغي أي ذاكرة أتوا بها عن طريق السحر وخلوها في داخلي حتى يمسكوا مصيري ويجيبوا لي ذاكرة أموات ماتوا بأمراض ويخلوا هذه الأمراض علي، أنا ألغي هذه الذاكرة الآن. أنا ألغي هاي الذاكرة الآن، ذاكرة الأسحار، ذاكرة السحارين، ذاكرة الأجداد، ذاكرة الميراث، ذاكرة الأموات، ذاكرة الاعتداءات، أنا ألغيها الآن باسم وسلطان الرب يسوع، ذاكرة الاغتصاب، أنا ألغيها الآن، وكل سلوك شيطاني، كل سلوك شيطاني لأجل تدمير حياتي، أنا ألغيه الآن، أنا ألغي هذه اللعنة، يلا ارفع إيدك. أنا ألغي هذه الذاكرة بالكامل وأحرر ذاكرتي من تأثيرات ذاكرة الأموات وتناسخ الأرواح باسم وسلطان الرب يسوع المسيح الناصري. باسم يسوع، باسم يسوع، كل اللي أنا ذكرته بالورقة، كل اللي أنا كتبته وكل اللي أنا نطقت فيه الآن تم إلغاؤه بالكامل. يلا أعلن هللويا، بشكرك يا رب، تم إلغاؤه بالكامل يا رب يسوع، بشكرك يا رب يسوع، أشكرك لأنك لغيت، لأنك لغيت، لأنك سمعت صوتي واستمعت إلى كلماتي وشفت بعيونك اللي أنا تكلمت فيه الآن وكل ما كتبته. شوفوا يا رب هذه الورقة قدامك، ارفع هذه الورقة الآن قدام الرب، قل يا رب هذا اللي أنا كتبته، هذا شوفوا يا رب، هذا حياتي، هاي حياتي عبر السنين، هذه حياتي اللي أنا متألم فيها، أنا الآن بشكرك لأنك لغيت كل هذا اللي أنا وضعته قدامك، أنا تخليت عنه، أنا تبت عنه من قلبي، أنا تبت عن عائلتي من كل قلبي توبة حقيقية، أنا تبت ولغيت هذا الموضوع وصلواتي اللي صليتها من قلبي بإيمان حقيقي، أنا بشكرك لأنه هاي الأوراق لغيت إلى الأبد حتى اسمك يتمجد بحياتي للسنين القادمة. أن أعلن إيمانك، قل يا رب لأجلك أنت فقط، شكرا لأجل المسحة لأنها كافية لحريتي أنا وأولادي وبيتي بالكامل. الآن أنا أتكلم الآن بالسلام الكامل والشفاء الجسدي الكامل والشفاء النفسي الكامل بقوة سلطان اسم الرب يسوع. هللويا هللويا، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. بدي إياك الآن تفتح فقط المايك، افتح المايك الآن بدون ما تصلي، بدون ما تصلي، لو في تشويش بسبب المايك ممكن تغلق المايك. يمكن في تشويش عم يطلع ناخذ، يا خلي مايكك مغلق، معلش خلي مايكك مغلق وراح استمر معك بالصلاة الآن. هسه دوري أنا بالتحرير مش دورك، لو أنت حصل معك أي شيء آخر
أثناء ما أنا عم بصلي، من فضلك بس اغلق المايك. أغلق المايك، بس خلي علامة كف، بس خلي علامة كف. هلا الآن دوري بالصلاة معك. في اسم يسوع رح أصلي على مهلي شوي شوي. هادي هادي، لو أنت شاعر في إشي فقط ارفع إيدك، وممكن ممكن تشعر بقشعريرة، ممكن تشعر بتقيؤ. الآن أغلق مايكاتك، أغلق المايكات، ما في داعي تفتحوا مايكات حتى هيام لا انت يحصل شيء. عندك اخت هيام المايك. يعني فقط لما تشعر بشيء خلي إيدك مرفوعة، راح نتواصل معك. باسم يسوع المسيح الناصري، كل من على الزوم الآن، أنا بعلن المسحة تتدفق بغزارة. شدوا معي أخت يولا وأخت كوثر، شدوا معي الصلاة الآن. باسم يسوع إحنا الثلاثة بنعلن تدفق لنار روح القدس على كل الزوم الآن، على كل أوضة في الزوم الآن. تدفق نار، تدفق ناري، تدفق ناري، تدفق نار روح القدس، تدفق نار روح القدس. أنا الآن بطلب، أنا وأختي يولا وأختي كوثر وكل الأخوة بالفريق، أنا بطلب ملائكة، ملائكة مقتدرين قوة، ملائكة للمساعدة الآن. تدخل بيتك ملاك عن يمينك وملاك عن يسارك وملاك أمامك وملاك خلفك. ملائكة الآن، ملائكة مستعدة، ملائكة الرب. شوفوا الحجابات المدفونة، شوفوا الحجابات اللي عملت بالسر، شوفوا الحجابات اللي بتوقف تحرير الأخوة الآن، وإلغوا وإحرقوا جميع الحجابات اللي عملت والأسحار اللي عملت بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. كل حجابات عملت، ملائكة الرب إلغوا هذه الحجابات وأبطلوا قوتها، أبطلوا مفعولها عبر كل السنين. حجابات المدفونة بالمقابر، حجابات المدفونة بالبحار، الحجابات المرمية على مكانات في البيوت، الحجابات والأسحار المرمية في كل بيت الآن تبطل. حجابات المعمولة بالدم تبطل، الحجابات المعمولة عن طريق السحر وعن طريق ذبائح بشرية أو ذبائح حيوانية تبطل الآن باسم الرب يسوع. الآن انظر لي، كل شخص شعر برجات في جسده، أنا شعر في ناس كثير ارتجت الآن. انظر لي، ركز على عيوني ولا تحاول العدو يخليك تنام أو تنعس أو تضعف. باسم يسوع الناصري أنا أفصل كل شخص يسمعني الآن. أنا أفصلك الآن عن كل إشي أنت كتبته وتخليت عنه، كل شيء أنت نطقته وقلت عنه هذا لعنة، كل شيء أنت تكلمت عنه كتبته أنه هذا بيفصلك، أنه هذا بيعيقك، أنه هاي خطيتك، أنه هاي مشكلتك، الآن باسم يسوع أنا وأخواتي الخادمات إحنا الثلاثة مسحة نارية واحدة تتدفق إلك الآن. إحنا الثلاثة بنفصلك، بنفصلك الآن عن كل الأشياء اللي أنت كتبتها، كل الأشياء اللي أنت دونتها، إن كان كتابة أو نطقت فيها أو تكلمت فيها، إن كانت أشياء مقروءة أو مكتوبة أو مدفونة أو معمول من خلال السحر، إحنا الثلاثة بنعلن انفصالك الكامل عنها، ونعلن كسر هذه اللعنات المذكورة بالقوائم بالأوراق اللي كتبت أمامك الآن بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. إحنا بنفصلك عنها الآن، بنفصلك عنها الآن، بنعلن سيف الروح يفصلك عنها الآن. أنا أعلن أنك تتحرر الآن بشكل فردي، وإنت بتسمعنا وإنت بتسمع صوتي الآن، يتم تحريرك وإلى الأبد من كل اللعنات وكل الربط اللي ربطك فيه العدو لأيام وسنين. وأي شخص راح يشوف هذا البرنامج على الزوم أو راح يشوف هذا البرنامج على الفيسبوك أو اليوتيوب، أنا أعلن انفصالك وحريتك الآن بسبب قوة المسحة في هذا البرنامج. المسحة تتدفق لك الآن وتكسر النير اللي أنت فيه الآن باسم الرب يسوع.
أنا أعلن أن كل روح شريرة مرتبطة فيك يجب أن تتركك الآن بقوة سلطان اسم الرب يسوع. كل روح مرتبطة فيك، الروح ينظر لي، الروح ينظر لي، انظر إلى إصبعي. أنا أأمرك الآن وأعلن إعلان كامل، الروح المرتبط بأولاد الرب الآن تغادر، تفك يدك، تترك شعبي وترحل باسم وسلطان الرب يسوع. أنا أعلن أي لعنة من لعنات الماضي، لعنات الأجيال، لعنات الأسرة تنكسر الآن من الجذور وبالكامل، مهما الطريقة التي عملت فيها، إن كان دم، سحر أسود، سحر الفودو، أي نوع أسحار، تنكسر الآن من على حياتك بالكامل وتتركك الآن وتغادر بقوة سلطان اسم الرب يسوع. أنا أعلن كل اللعنات اللي تم إرسالها على جسدك وعلى عقلك، لعنات المرض، لعنات الجنون، لعنات التخريب، لعنات الموت، أنا أعلن هذه اللعنات تنكسر الآن، أنا أفصلك عنها، أنا أفصلك بالكامل عنها. اللعنة تنفصل عنك وأنت تنفصل عنها بالكامل بقوة سلطان اسم الرب يسوع. أنا أعلن كل روح مرتبط بجسدك، كل روح مرتبط بجسدك، إن كان عجز، مرض، إن كان تشويه لجسدك، إن كان روح سبب لك مشاكل بالجسد، أنا أعلن هذا الروح الآن يغادر، يغادر. أنا أأمرك وأتكلم مع الروح، يجب أن تغادر الآن بقوة سلطان اسم الرب يسوع. أنا أفصلك عن هذا الإنسان بالكامل وأعلن استكمال حرية هذا الإنسان الآن بالكامل بقوة سلطان اسم الرب يسوع. لو كان التحرير لم يكتمل، الآن يكتمل في اسم يسوع. أنا أعلن كل عجز، مرض، مشاكل بالجسد، زيادة بالوزن، ضيق بالنفس، رجفان، ضعف من أي نوع كان، مشاكل جسدية، الآن الآن تنفصل عنه. أنا بكلم الروح، تنفصل عنه وينفصل عنك وتغادر، واللعنة مكسورة إلى الأبد. باسم وسلطان الرب يسوع، أنا شاعر في قوة عم تقاوم الآن، وبسمع صوت بيقول مش رح نطلع، بسمع صوت بيقول احنا باقين مش رح تقدر علينا. انا بأمرك الآن تصمت وما تظل تتكلم، اصمت، اسكت، طيع، تطيع فقط. في روح جالس في ظهر شخص، انا اعلن انه كل الارواح الجالسة في ظهرك، جالسة في العظام، عظام الظهر، وتسبب لك شعور بالحرقان والألم في ظهرك، وتمنعك من الحركة، وتمنعك من التقدم، وتخليك تخجل تكون في أماكن، وتخليك دائما كأنك تنسحب إلى خلف، تسحبك إلى خلف، وما تخليك تتمم عمل الروح القدس، دعوة الرب في حياتك. جميع هذه الأرواح الساكنة في الظهر، أنا بأمرها الآن أن تغادر جسدك وتنفصل عنك بقوة سلطان اسم الرب يسوع. كل روح بالظهر بيسحبك للخلف، بيعمل لك أوجاع، بيعمل لك حرقان في ظهرك، حرقان بالعظام، الآن أنا بأمرك تغادر، ما ظل لك مكان، يجب أن تغادر الآن في اسم وسلطان الرب يسوع. اترك أولاد الرب. أنا أعلن أنه كل روح مرتبط بالاكتئاب، لو أنت بتعاني من الاكتئاب الآن، كل روح مرتبط له علاقة بالاكتئاب،
كل روح له علاقة بالقلق، الخوف والتوحد والموت والشعور بالظلم. والروح أرواح اللي أتت بسبب سوء المعاملة لك، إن كان معاملة من الزوج أو معاملة من الأسرة أو معاملة من الآخرين، الآن تغادر حياتك. كن حر باسم وسلطان الرب يسوع، كن حر بالكامل، كن حر بالكامل، كن حر بالكامل، كن حر بالكامل، كن حر بالكامل باسم وسلطان يسوع. كل إساءة في الطفولة تمت على حياتك جلبت لعنة، الآن بكسرها، بلغيها، بفصلك عنها. كل روح اغتصاب، تحرش، كل روح بالأحلام، العدو استغل أحلامك ودخل عن طريق الأحلام، شذوذ الجنس المتوارث، نوبات الهلع، الأرق، كله الآن يغادر باسم يسوع. أنا أعلن كل أرواح الكوابيس تهاجمك بالليل، الجاثوم، اغتصاب النوم، كله يغادر، أسحار، كل شيء دخل على حياتك أنا بلغيه الآن. أنا أعلن تم إلغاء وكسر كل هذه اللعنات المذكورة اللي أنت كتبتها باسم وسلطان الرب يسوع، وكل مذبح للشر عمل في حياتك.